أتحول إلى الكاتب الصحفي أسامة الماجد بعد التحية. طبعا الجيل الحاضر والأجيال القادمة ستذكر بكل فخر شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية الوطن. لو تحدثنا أكثر بخصوص ذلك الموضوع. حقيقة يعني صادف اليوم 17 ديسمبر يوم عيد جلوس سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظ الله ورعاه، وأيضا مناسبة وطنية عزيزة على قلب كل بحريني، وهي احتفاء وتكريم لشهداء الوطن تقديرا واعتزازا ثم قدموا لوطنهم وأمتهم من تضحية وفداء وتخليدا لذكراهم العطرة على مر تاريخ المملكة. الجيل الحاضر والأجيال القادمة أختي العزيزة ستتذكر بكل فخر مسيرة شهداء الوطن الذين قدموا أروع مفاهيم ومبادئ التضحية في سبيل الوطن وسالت دماءهم الزكية على تراب دفاعا عن وصون المنجزات. أختي العزيزة لقد يعني ضربوا لنا شهداء الوطن بتضحياتهم ومواقفهم البطولية حقيقة معنى التحدي والثبات والمواجهة وروح الانضباط في الميدان، وأيضا نقلوا صورة ستبقى في ذاكرتنا إلى الأبد. أسماء عظيمة سطرت أروع البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وحمايته ورفع راية الحق. كل أسماء تتوارى إلا أسماء الشهداء وفرسان التضحية والفداء، فأسماءهم تتوحش دائما وسط شمس النهار. ما أود قول أن استذكار شهداء الوطن والواجب يضع بين أيدينا دروس كثيرة ويثري الوجدان يعني بمعرفة أداء الواجب وكيفية إحراز النصر، كما أنه دافع نحو تحقيق مزيد من التضحية وخدمة البحرين وقيادتها وحشد كل الطاقات والإمكانيات للوقوف بشموخ في ساحة القتال بقلب مفعم بالعزة والكرامة. وأود أن أشير إلى نقطة جدا مهمة أختي العزيزة سمحتي لي، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بتضمين ما يتصل بشهداء الواجب في المناهج الدراسية، فتم تخصيص درس كامل يوثق جهود أبناء البحرين ومساهمتهم في ساحة الشرف والفداء في كتاب التربية للمواطن وحقوق الإنسان المرحلة الثانوية تحت عنوان شهداء الوطن. فهذه في الحقيقة يعني فخر نعتز في كلنا كمواطنين وما قدموها للشهداء. نعم الكاتب الصحفي أسامة الماجد، شكرا جزيلا لك.